مش محتاجين ان انتوا تشتروه باسعاره الغالية، لان طريقته من اسهل ما يكون. النهاردة انا جايبة لكم اسهل طريقة ممكن تعملوا بيها الميني كرواسون، وهقول لكم على حشوات مختلفة ممكن تستخدموها. هنعمله حلو وحادق، هقول لكم كمان ازاي تسووا التسوية الصحيحة وازاي يطلع طري معاكم ومش ناشف. وكمان هنعمل كمية قليلة النهاردة علشان الكل يجربوا معانا، يعني ب4 كوبايات دقيق وشوية مية هتطلعي الجمال اللي انت شايفاه ده. تعالوا بينا يلا نبتدي وصفتنا، بس ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو. الاول هنجيب نص كوباية مية وهنحط فيها ملعقتين كبار من السكر، وبعدين هجيب باكت من الخميرة الفورية، يعني ملعقة كبيرة مليانة كده حوالي 10 جرام. هقلبهم كويس جدا لغاية ما السكر يدوب والخميرة كمان تدوب. هسيبها على جنب لغاية ما تنشط. لازم نتأكد ان الخميرة نشطة قبل ما نشتغل بيها علشان ما تبوصلناش كل الوصفة والمكونات. جبت 4 كوبايات دي ونخلتهم وحطيت عليهم ربع ملعقة ملح وملعقة صغيرة من البيكنج باودر علشان العجينة تبقى طرية وهشة معانا ما تبقاش تقيلة. هنا الخميرة بتاعتنا كانت نشطت، بصوا بتبقى فيها فوم كده من فوق عامل زي رغوة الكابوتشينو. هحطهم على باقي المكونات الجافة. وبعدين انا جبت هنا كوباية لربع من المية الدافية وحطيت فيها ملعقتين برضو من السكر علشان العجينة يبقى طعمها كده حلو ما تبقاش عدمة. اذا انتوا هتستخدموها كرواسو حلو، لكن لو هتستخدموها كرواسو حادق كفاية ملعقتين بس سكر. ضفت هنا كمان 3 ملاعق كبار من الزيت، مش اكتر من كده. هقلب المكونات السائلة على الجافة وهنبتدي دلوقتي نعجنهم كويس جدا جدا. انا عجنتها حوالي 7 دقايق او 8 دقايق. العجينة بتاعتنا النهاردة بتكون فيها سن التلزيقة بسيطة، ما بتلزقش قوي كده. يعني انا هرجع اغسل ايديا دلوقتي وهمسك العجينة، بصوا بتكون بالشكل ده، فيها سن التلزيقة بسيطة. مش هنضيف ليها تاني دقيق علشان العجينة لو نشفت وبقت شبعانة من الدقيق، الكرواسون بتاعنا هيبقى ناشف، يعني مش هيكون طري ولا اسفنج خالص. بعد ما خلاص لمتها كده وبقت زي الفل، هاخدها في مكان دافي وهغطيها واسيبها لغاية ما تختمر. انا اخدت معايا ساعة. بصوا بقى شكلها بعد ما اختمرت، انا بخرج منها الهواء اللي فيها دي، وهبتدي دلوقتي اكورها واعملها كور كده، يعني نقسم العجينة. هجيب طبق نظيف واحط عليه شوية دقيق علشان احط عليه كور بس ما تلزقش في الطبق. ايدي بتكون فيها مسحة دقيق بسيطة، لان عجينتنا زي ما قلت لكم فيها سن التلزيقة بسيطة عشان بس ما تغلفنيش وتمسك في ايديا. بكورهم كده زي البرتقانة وخلوها كده متساوية متبقاش منعكشة. ايدي برضو ممسوحة بمسحة من الدقيق، وبرجع اخد واحدة واحدة كده وبكورها وبرتبها لغاية ما هخلص. بصوا ده حجمها، انا حطيتها في ايدي قد البرتقانة كده. انا عملت 7 كور، هقول لكم ليه. علشان احنا ممكن نعمله بطريقتين. الاول انا عندي طبق هنا فيه شوية نشا، هنستخدم النشا في الفرد وفي التوريق. اخدت اول كرة اللي هي كانت ارتاحت، اللي هي اول كرة انا كورتها بتكون ارتاحت، بفردها كده مش بنفردها قوي يعني. وبعدين هجيب كرة تانية وبرضو بفردها بنفس الطريقة، برش رشة بسيطة كده من النشا علشان ما تلزقش في ايدي او في المردانة. برضو عملت تاني واحدة وهخلص كل كمية الكور اللي عندي بنفس الطريقة، بفردهم بالشكل ده، تفردهمش جامد. بصوا انا فردتهم كلهم خلاص. هاخد اول 2 انا ابتديت بيهم لانهم بيكونوا اول 2 ارتاحوا، باخد واحدة وبعدين بمسحة بسيطة كده من الزيت علشان تبقى مورقة معايا الفطيرة، يعني لما بنعملها كرواسون بعدين تبقى مورقة. بعدين رشة بسيطة كده من النشا، وهي دي الطريقة اللي هتخليها مورقة معايا ما تبقاش لازقة في بعضها. هاخد تاني فطيرة انا فردتها وهحطها على اول واحدة. اهم حاجة حاولوا كده يعني الى حد ما نخليهم قد بعض. هرجع اخد المردانة وافردها فرد بسيط، ما تفردوهاش زيادة عن اللزوم وتبقى رقيقة زي الورقة علشان الكرواسون ما يبقاش ناشف معاكم. خلوا بالكم قوي من النقاط اللي انا بقولكم عليها دي. بعدين بالقطاعة بتاعت البيتزا او بالسكينة باي حاجة يعني تريحك، قطعيها بالشكل ده. في الطرف كده انا بعمل فتحات صغيرة. ممكن نستخدم في الحشوة الشوكولاتة الخام، يا شوكولاتة المطبخ او الشوكولاتة شيبس لانهم بيسيحوا بسرعة، او ممكن نستخدم مربى، او ممكن تستخدموا نوتيلا لو انتوا حابين، او ممكن تحشوها بالجبنة، يعني الحشوة اللي انتوا حابينها احشوها. انا كسرت الشوكولاتة كده، هي كانت ناشفة معايا وتفتفتت علشان هي كانت في التلاجة. المهم انا اخدت القطع كده وحطيتها كده في الطرف وبعدين بقفل عليها. اهم حاجة خلوا بالكوا علشان الشوكولاتة ما تطلعش واحنا بنسويها، لازم نتأكد ان الجناب متقفلة كويس. بصوا انا بضغط عليها بصوابعي، بس معلش بقى انا مسرعة الفيديو عشان مطولش عليكم، بس مش حابة احذف من اللقطات علشان تمشوا معايا خطوة خطوة.
بصوا الطرف ده انا بشده في النهاية كده وبطويه علشان يبقى فيه اكتر من لفة معايا تديني توريقات كتيرة. اهم حاجة الجناب زي ما اتفقنا، الطرف اليمين والشمال ده لازم نقفل على الشوكولاتة. بصوا باخد اليمين والشمال واقفله، وبعدين بمط الحتة الرفيعة دي بمطها بايدي كده، وبعدين بلزقها. القفلة اللي تحت دي انا بخليها تحت في الصينية مش فوق علشان متفتحش معايا الصينية. طبعا بكون انا دهنها دهنة حلوة بالزيت. بصوا تاني طريقة، انا حطيت 3 فطاير فوق بعض، يعني لو الكور بتاعت الكبيرة بنعمل 2، لو الكور مقطعة حجم صغير ممكن تعملي 3. ال3 فطاير اللي فوق بعض دول بيدوكي توريقة اكتر برضو، فانتوا براحتكم. عايزة اقولكم ما بتفرقش كتير، يعني الطريقة اللي تعجبكم اعملوها. اهم حاجة ما ترققوش الفطيرة لما نحطهم على بعض ونفردهم علشان الكرواسون يبقى طري كده معانا، وفي حتة اسفنجة حلوة كده واحنا بناكلها ما يبقاش ناشف قوي كده. انا خلصت كل الكمية اللي عندي، عملت لي الصينية الحلوة دي وكمان كام واحدة كده في صينية على جنب. هاخد الصينية دي وهخليها في مكان دافي لغاية ما تختمر. هي ممكن تاخد نص ساعة، ما بتاخدش كتير يعني، ده في الصيف. في الشتاء ممكن تاخد ساعة. بصوا بقى علشان تاخد لون حلو في الفرن بعمل ايه، بستنى بعد ما تختمر خالص الكرواسون اللي عندي ده، بقى استنى بعد ما يخمر يعني، وبعدين هجيب ملعقتين عسل نحل او عسل اسود، اي حاجة عندكم هتنفع، هحط عليهم ملعقتين مية، وبعدين هدوبهم كويس مع بعض وهدهن الوش. وخلوا بالكم وانتوا بتدهنوا ما تنزلوش العسل بالمية ده على الصينية علشان ما يتحرقش. انا كده دهنت كل الكرواسون اللي كان عندي، باخدهم بقى ادخلهم على فرن ساخن على درجة حرارة 180 في اعلى رف من الفرن. انا ما بحبش اسوي في الرف اللي في النص علشان الكرواسون من تحت ما ياخدش لون غامق. بمجرد ما بلاقيه اخد لون حلو ذهبي من تحت، هو تقريبا يعني كده بياخد 15 دقيقة او 17 دقيقة، ما تطولوش اكتر من كده علشان كل ما هتقعد الحاجات دي كتير في الفرن هتنشف معاكم. بعد ما ياخد لون ذهبي انا بشيل الرف من فوق وبنزله وخليه في النص وبولع شوية، وبياخد اللون الجميل اللي قدامكم ده. اول ما يخرج لازم لازم اديله بخ من بخاخة المية دي، تكون طبعا مية نظيفة، وبعدين بغطيه، لازم اغطيه ربع ساعة عشان يبقى طري معايا ما يبقاش ناشف. وبعدين بديله مسحة بسيطة بباقي كمية العسل بالمية اللي انا كنت دهنت بيها الوش قبل ما ادخله الفرن، يعني بندهن قبل ما بندخله الفرن وبعد برضو بيخرج الفرن علشان يديني اللمعه الجميله دي. لو مش حابين طبعا تعملوا الاوبشن ده مفيش اي مشكله، مش هيفرق كتير، بس لونه بيبقى لامع كده وجميل وكمان بيبقى مسكر من فوق. طبعا لو انتوا هتحشوه حشوه جبنه ما ينفعش ان احنا ندهنه بمسحه الميه بالعسل وهو خارج من الفرن، لكن وهو داخل ممكن نعمل الحركه دي. طبعا ممكن تدهنوه برضو بمسحه بسيطه من صفار البيض اذا انتوا حابين، بس انا عاملاه النهارده نباتي علشان الصيام وعلشان الناس برضو اللي طالبين وصفات نباتيه. الكرواسون بيبقى شكله جميل جدا جدا بعد ما بيخرج من الفرن وندهنه، بيبقى لامع كده وحلو. بصوا بقى ابتدينا نقطعه دلوقتي قد ايه بيكون طري وجميل. لازم لازم نغطيه لما يخرج من الفرن لان الشواية بتخليه ينشف شوية، فانتوا بعد ما هتغطوه وترشوه طبعا المية، البخار المية مع الفوطة بيخليه كده يبقى جميل كده وهش وطري معاكم. تعالوا دلوقتي انا هفتح معاكم اكتر من واحدة علشان تطمنوا برضو. بصوا شكله جميل ازاي، شكله لذيذ جدا جدا، جربوا بس انتوا ولو حتى في كوبايتين دقيق هيعجبكم جدا جدا انا متأكدة. ما تكتروش الشوكولاتة عشان ما تطلعش بره الكرواسون برضو. لو وصلتوا لغاية هنا انا فعلا بشكركم كل قلبي علشان مكملين معايا للاخر. ارجوكم اعملوا لايكات كتير للفيديو علشان اللايك بتاعكم بجد بيفرحني وبيدعمني وبيشجعني، بحبكم من كل قلبي.